انا عارفه ان انت ليك شعبيه في دول عربيه كتير، بس انت في دوله لبنان. يعني هيكلمنا لبناني في الاخر. عصام ليك شعبيه رهيبه بقى في لبنان. بصي والله انا لقيت فعلا ان انا في لبنان ليا شعبيه اكتر من مصر بكتير. جه هاني رمزي معايا مره قال لي طب انت ما تقعدش هنا ليه؟ والله العظيم. طب انت شايف ايه السر؟ السر ان في اغاني نجحت هناك جدا وما نجحتش هنا. زي ايه؟ زي السلام عليكم وعليكم السلام، دي في لبنان ايه ده معقوله؟ وهنا ما حدش يعرف انا اي حاجه خالص. فبقيت احب اروح هناك، وانا لما اروح هناك اعمل برامج، اعمل حفلات، اصحاب كتير. فبقيت فهاني رمزي قال لك انت تقعد بقى هنا. لا يعني هو صراحه هو وشريف منير جم معايا في مره وشافوا يعني الحمد لله الناس هناك بتقابلنا ازاي وكده، فقال لي ما تعيش هنا يعني. خلاص انا راجع معاك واجي مع بعض، انتوا اصحابي بقى وكده. ما اقدرش ابعد.